السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايب لكم النهاردة تطبيق جميل جدا، طبعا هو مشهور جدا برضو في تعلم اللغة الإنجليزية، بيعتمد إن هو كل يوم بيديك مجموعة كلمات تبدأ تدخل وتعرفها وتتعلمها ومجموعة أسئلة عليها يوميا في حاجة معينة كده بتدخل تكمل فيها، يعني بيديك مثلا وليكن كل يوم 20 سؤال تدخل تحلهم وتخلصهم، يبقى انت كده خلصت مهمة اليوم، تعرف تدخل على اليوم اللي بعده. بس هو ميزته ان هو بيتابع معاك، هو تطبيق دولينجو طبعا متاح بلغات كتيرة جدا، انجليزية والفرنسية والألمانية والسويدش السويدية والعربية طبعا، يعني من العربية في من العربية إلى مش حتى الموقع بتاعه هو من العربية، بص دي لغات كتيرة جدا، موجود لغات كتير يعني. طبعا التطبيق ده متاح على الاب ستور وجوجل بلاي، خلونا نرجع كده هتلاقوه موجود، هوريكم برضو اللينك بتاعه اهو، ده اللوجو بتاعه عشان لو لقيت حاجات كتير بنفس الاسم، لان ما شاء الله المبرمجين بقوا بياخدوا الاسماء ويعملوا منها نفس الحاجه. اتاكد ان العامل البتاع باي دولينجو. طبعا بيتابعك على الايميل، لو بصينا اهو تبدا تجيب البيزك والبيزك تو والفرازس والانيمال، تعرف كل يوم في موضوع معين والحاجات بتبقى مخفيه لغايه ما تخلص ده تخش على اللي بعدها، موضوعات بقى في يعني هنا الاساسيات، الجمل، الحيوانات، الملابس، الجمع والمفرد والحاجات دي، برضو مجموعه الكلمات تقدر تتكلم بتسمع، يعني مش مجرد بتكتب وتقرا بس، لا ده انت بتقول وهو بيقول لك انت نطقت صح او غلط، بيقول لك قول جمله معينه، في حاجات رهيبه جدا جدا جدا. فانا بنصح الناس ان هي تجربه وتتابع معاه، وبصراحه يعني بعد هتحس بفرق جدا بعد شهر ولا 2 من متابعه التطبيق. انتظرونا في الحلقات الجايه مع تطبيقات جديده ومفيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.